الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله عليكم يا شيخ. الله يجزاك خير يرفع قدرك يا شيخ حمزه. معليش خربت الله. خربت عليك مفاجاه لان ما اتضحت لي الصوره من الشباب صح. فشكر الله لك وامتعتنا وما شاء الله تبارك الله. صوتك ازين من الشيخ عادل عليك كذا ما شاء الله عليكم. الله يجزاك عايله بعضهم بعض ما شاء الله. مع الفارق الكبير من الشيخ الله يوفقك الله يحفظك عزيز. الله يفتح عليك وينفع بيك ويحفظك وديمك ان شاء الله ذخر ان شاء الله لنا حبيبي. الله يسعدك يا شيخ حمزه. عطنا موقف مع الشيخ عادل في حفظكم لكتاب الله سبحانه وتعالى، في موقف كذا تذكره او اي من المواقف اللي تذكرونها بينكم وبين بعض، خصوصا الاخوان يحصل لهم مواقف زي ما يقول بعد اخته عن الصلاه علشان يصلي، الحين انت اكيد انه عندك موقف معه. الله يجزاك خير، طبعا الشيخ عادل ما شاء الله تبارك الله سبق بفارق العمر ما شاء الله تبارك من اللي اكبر الحين انت ولا هو؟ والله الشاب اللي في الوجه يبين يا شيخ. انا اخاف انك اكثر منه وادري. الله يجزاك خير. كويس اني من خلف خلف الكواليس. الله يجزاك خير. الشيخ عادل يعني جزاه الله خير، يعني اغلب المواقف اللي بيننا كانت مواقف جيده ومواقف تربويه اكثر من انها يعني ما شاء الله فيها نوع من الإحراج وشيء. ما شاء الله زي واحد من عيالي يا حمزه، زي واحد من عيالي ما شاء الله. عسى ما انت معاه بس في وقت الكوره لما كان يلعب وترك المسجد. الله المستعان. لا انا ذاك الوقت الحمد لله كنت قاعد اصلي الحمد لله. نسال الله الاخلاص. هذا التحفه حقنا بالله عليك. البيت هو السلوى للقلوب ما شاء الله. دائما يضحك الوالد والوالده الله يرحمها. هذا الفاكهه حقنا حمزه. الله يحفظك. الله يحفظك يا حمزه. جزاك الله خير يا حمزه. سعيدي والله بك. الله يرفع قدرك. الله يحفظك. انا شهاده حق بس في حق الشيخ عادل، يعني الشيخ عادل قبل ان يكون عادل. قول عادل يا شيخ ايش بقيت انت. ابو عبد الله قبل ما يكون هو حبيب حقيقه وفي مواقف كثيره كان يعني يجبر الكسب. نسال الله عز وجل ان يثيبه. فهو الحبيب للقريب وللبعيد، يعني كلمه حق وكلمه صدق نقولها. فنسال الله عز وجل ان يثبته ويوفقه ويجزي عنا خير الجزاء. فهو حقيقه يعني المرد لنا بعد الوالد جزاه الله خير في البيت. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شكرا يا شيخ حمزه بارك الله فيك. تسلم. الله يحفظك. طيب شيخنا لحظه انتوا ايش قصتكم انتوا شو كل شويه نطيل واحد من العيال جزاكم الله خير. مدخل زوجتك ترى على هوا خلي اجواره منسيه. لا خلي الطبق مستور الله يجزاك خير. ايوه كذا تمام. خلينا نرفع الراية البيضاء. طيب ايوه ترى مطقمين انا والشيخ ناصر في الاشمغه والثياب والعلوم بس انا يعني ما شاء الله هو والله استخدم معي اساليب قاسيه. لا الاسلحه الله مدمره معي اليوم. طيب شيخنا خليني اختم بسؤال ثم بنطلع فاصل نرجع ان شاء الله بعد الفاصل. تاج الوقار يعطيه الابن والده والدته يوم القيامه باذن الله اذا ختم واتقن كتاب الله سبحانه وتعالى. انت الان قدمته لوالدك ووالدتك، والدتك غادرت الحياة. ايش شعورك ومشاعرك؟ يعني انت يعني تود ان تقولها الان وخصوصا والدتك الان هي تحت الثرى. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترى البارحة أنا والوالدة مع بعض يعني. كيف؟ يعلم الله البارحة كنت مع الوالدة، يعلم الله. وهذا شعور حقيقي. في رؤية يعني رؤى ولا يعني ما يكاد يغيب عني همسها ولا يغيب عني يعني ذكرها الطيب الله يعطيها العافية. ف يعني أنا قبل لا أجيكم البارحة أنا يعني في أشياء كذا رتبتها مع أخونا محمد ناصر. أيوه قلت له انتظرني بس على أساس أكد لك يعني على الزيارة المباركة هذه. حلو قلت بس أخلص بعض الأشياء وأكد. حلو من أهمها زيارتي لقبر الوالدة لا إله إلا الله واستئناسي هكذا أشعر أني أستأذنها. الله أكبر.
والذي رفع السماء بلا عمد. يعني طبعا أنا ما هو جزعا ولا هو يعني كثيرا كنا نسمع يعني عن أنه الواحد يعرف قيمة أمه وقيمة والد، وإذا غادر أحدهم الدنيا وكذا حيعرف قيمتها. وهذا يعني لما عشناه واقعا يعني كأننا يعني إلى الآن يعني ما احنا مستوعبين، لا أنا ولا حتى أخواني وأخواتي، موضوع كبير، خاصة أن الوالدة يعني أثرت فينا تأثير بالغ بمعنى الكلمة رحمة الله تعالى عليها. وهكذا هي حال الأمهات عموما، ما أتت بجديد، لكن هكذا كان قلبها كبير رحمة الله تعالى عليها. اللهم ولا يهون أبوي الوالد، الله يطول لنا في عمره ويبارك لنا فيه والبركة الآن. ف يعني كذا أذهب بعيدا لأذكر نفسي بأننا حسنة إن شاء الله، الله يجعلنا يعني حسنة خالصة وصادقة من حسنات الوالد والوالدة. فإن كان من أي خير يعني يأتي منا أو من ورائنا الأولاد والذرية وكذا من بعدنا، فهو إن شاء الله يصب في ميزان حسناتهم إن شاء الله. الله أكبر. وهذا يجعلنا نحرص كثيرا أنه ما نحيد عن الطريق برا بوالدينا. والله الله أكبر. والله أن الواحد يعني وده أحيانا يرسخ قدمه على أساس أنه يلتقي بأمه في الجنة، يلتقي بوالده إن شاء الله هناك في دار لا هم فيها ولا نصب ولا موت ولا شيء مما ينغص يعني صفو الحياة يعني. نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلبسهم يوم القيامة تاج الوقار، هم الفضل لهم بعد الله سبحانه وتعالى، احنا ما سوينا شيء يعني لولا الله ثم توجيههم وصبرهم علينا وحرصهم، والله ما كان يعني لا حفظنا ولا وصلنا. خاصة أنه يعني لما كنا الآن ننظر إلى بعض أصدقائنا وأصحابنا اللي كانوا في أيام أول، وكنا نتمنى ونمن النفس أن نكون معهم. طيب كانوا يلعبون وإحنا كنا محبوسين، هاي تخيل بالله في الملاعب وكذا تشوفهم وأنت جالس في المسجد وكذا، أحيانا عندهم آبائهم تاركينهم ماخذين راحتهم وإحنا آبائنا ورانا. الآن نلمس حقيقة يعني النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها. تعبت لك وجدت. إي والله. وهذا اللي حبايبنا الأصدقاء الآن يعني لما نشوفهم ونشوف أمورهم والله إنه نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا ما هو قدحا فيه، هم على خير الآن، ولكن وين الحمد لله القرآن. الله يجزاه عنا خير الجزاء. آمين رب العالمين. الله يجزاك خير بارك فيك شيخنا، وسأل الله أن يرحم والدتك ويتجاوز عنها وأن يطول بعمر والدك ووالدينا جميعا على طاعته. مشاهدينا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع مع الشيخ عادل ريان. غفر الله لك. متفايح العبير وراضي اللطيف، شفت ان ده سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. حبي لربي والنبي محمدا، أبوي لو جادوا علينا بالرضا يكون الطريق إلى الجنان ممهدا، أبوي كنتم على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قومي سيدا، وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنتم لأجلي تفرحان.